السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو رقم 3 من كورسنا الأجهزة 500 أو Azure Security Technologies. النهاردة شباب هنتكلم عن الـ Active Directory Groups. تعال قبل ما نتكلم عليها نعملها سوا كده على البورتال. لو رحنا كده هلاقي الجروبات اللي عندي، هقول له لو سمحت أنا عاوز أعمل نيو جروب. هيبدأ يسألني نوع الجروب ديت ايه. لو دخلت كده هلاقي نوعين، اتنين مفيش غيرهم، يا اما سيكيورتي يا اما مايكروسوفت 365. وعلشان نفهم الفرق بينهم تعالوا كده مع بعض نقول ان احنا هنتكلم زي ما قلنا عن الاكتف دايركتري جروب. قال لي انت عندك نوعين من انواع الجروبز، يا اما سيكيورتي زي ما احنا شفنا في البورتال، يا اما مايكروسوفت 365. ايه الفرق بينهم؟ قال لي ديت من اسمها كده مجموعة امان، حضرتك بتعملها علشان تضيف اليوزر، بعد كده بقى تبدأ تديهم صلاحيات، تبدأ تعمل رول، تبدأ تطبق عليهم بيرميشن، تبدأ تعاقبهم، تبدأ تبعت لهم هدايا وتبر. طب ايه دي؟ قال لي نفس الشيء، تضيف يوزر، تبدأ برضو تعمل لها رول، تبدأ تعمل لها بيرميشن، لكن هنا هتبدأ تربطهم بالأوفيس 365، يعني تعمل لهم ميل بوكس، تدخلهم في مجموعة التيمز مثلا، شيربوينت، باور بي اي، اي حاجة مرتبطة بالاوفيس 365. ادي الفرق. يبقى الفرق الرئيسي دي مجموعة امان ودي مجموعة امان، دي بيتضاف فيها يوزر ودي بيتضاف فيها يوزر، ولكن الفرق الاساسي زي ما احنا قلنا ان دي مرتبطة بخدمات ال 365 اللي احنا اتكلمنا عنها. في فرق كمان ان ديت ممكن تاخد الديفايس، ديت لا مينفعش اضيف فيها ديفايس. احنا عارفين ان انت ممكن تضيف ديفايس على البورتال من نوع جوين ديفايس او ريجستر ديفايس، تمام؟ الكلام ده احنا استعرضناه مع بعض في كورس الاكتف دايركتري. الديفايس اللي هيدخل ايا كان نوعه بقى، بي سي، لابتوب، تابلت، فون، اي ديفايس تعمل له مثلا جوين او ريجستر، انت ممكن تاخد الديفايس ده تحطه في جروب. بس هنا الجروب من نوع مايكروسوفت 365 مش هينفع تحط فيه ديفايس، ديفايس فقط يوضع للسكيورتي جروب، تمام؟ يبقى كده فهمنا الفرق بين السكيورتي وبين المايكروسوفت 365. لو رحنا هنا على الجروبس هلاقي الجروبات اللي عندنا، يا اما سكيورتي زي ما قلنا يا اما مايكروسوفت 365. تعال نشوف الجروب اللي من نوع سكيورتي شكلها عامل ازاي وفيها ايه الخصائص بتاعتها. لو وقفنا كده هلاقي ممبرشيب تايب، تمام؟ ده من نوع assign. ايه بقى ده؟ قال لي اليوزر او الديفايس علشان حضرتك تضيفه في برضو نوعين من الassignment، يا اما نوع اسمه assigned يا اما نوع اسمه dynamic. جميل. ايه الفرق؟ ده manual، حضرتك هتاخد اليوزر كده باي ستيب، يعني على البورتال تدخل تقول له لو سمحت ادي اليوزر اللي اسمه يوزر 1 مثلا، حطه لي في جروب اسمه اي تي جروب مثلا، جروب من نوع سكيورتي او حتى من نوع 365 زي ما احنا قلنا، ولكن بالطريقه ايه؟ المانيوال. انت اللي هتاخده كده تحطه في الجروب. طب الدايناميك؟ قال لا، الديناميك بقى حضرتك
بتعمل رول، قانون كده، بتقول فيه ايه؟ بتقول والله مثلا اليوزر اللي داخل من ديفايس عليه اوبريتنج سيستم ويندوز مثلا، حطهولي في جروب اسمه مثلا جروب ويندوز اوبريتنج سيستم، تمام؟ عن طريق ايه؟ رول حضرتك بتنشئها. فبالتالي اي يوزر تنطبق عليه شروط الرول اللي حضرتك بتعملها، هو باي ديفولت واوتوماتيكلي بيروح يسجل نفسه في الجروب وفق الشروط اللي جاي بيها. بيشوف كده عملية فلترنج، يمشي وراه يتبعه، يشوف في رول بتقول 1 2 3، اه طب اليوزر الفلاني ينطبق عليه الشرط 1 2 3، ايوه حطه على طول للجروب اللي يستحقها. في سؤال هنا، لو اليوزر تنطبق عليه الشروط وفعلا دخل ضمن الجروب اللي حضرتك حطيتها في الرول او في البوليسي اللي انت انشأتها، وجا بعد كده شرط اختل من ضمن الشروط ديت، ايه اللي هيحصل؟ قال لي برضو زي ما اتحط بطريقة اوتوماتيكلي، هو هيريموف بطريقة اوتوماتيكلي في حالة عدم تحقق الشرط، حتى وان كان مضاف. يعني ضفناه مثلا النهاردة، وجا بعد اسبوع، بعد شهر، بعد سنة، شرط من الشروط اللي انا مطبقها في الرول اختل، فباي ديفولت زي ما اتحط بطريقة تلقائية هيتشال برضو بطريقة تلقائية. وده كان الفرق بين الميمبرشيب اللي احنا اتكلمنا عليها او اللي احنا شفناها اهي، ميمبرشيب تايب. يبقى عندي كام نوع من انواع الرول؟ نوعين، سكيورتي ومايكروسوفت 365. سكيورتي جروب عادية جدا، هتاخد اليوزر وتطبق عليهم بيرميشن، تطبق عليهم رول، تديهم صلاحيات سواء يوزر او ديفايس. بينما المايكروسوفت 365 زي ما قلنا برضه هي هتاخد اليوزر وتطبق عليها رول، ولكن الفرق ان هي بتلينك مع خدمات ال 365 وما ينفعش تحط فيها ديفايس. وعندي ميمبر شيب تايب برضه نوعين، يا اما اسايند يا اما دايناميك. الاسايند اللي انا باخدها بايدي، بحط كده اليوزر بايدي، يعني مثلا لو قلت له ميمبرز على الجروب اللي انا واقف عليه هي من نوع سيكيورتي، هقول له اد ممبر، هيفتح لي اليوزرات ابدا احطها بايديا علشان مفيش رول. ونخلي بالنا ان الرول عشان حضرتك تطبق رول وتخلي النوع دايناميك لازم يبقى عندك لايسنس اكتف دايركتري من نوع B1 او B2. اوكي، لو رحنا كمان مره للجروب، احنا هنا استعرضنا السيكيورتي جروب، تعالوا نستعرض بقى المايكروسوفت 365. هنلاحظ هنا انه فيها 8 يوزرات او 8 ممبر. لو نزلنا هنا تحت هنلاقي في لينك اهو مربوط بالجروب ديت، الاوتلوك والتيمز، واعتقد ان في جروب تانية مربوط بيها الشير بوينت، اوتلوك وشير بوينت وتيمز، فيما يعني ان اعضاء الجروب دول ليهم الحق ان هم يوصلوا للميل او الشيرد ميل بوكس والشير بوينت والتيمز واي سيرفيس بقى، تمام، جايه من خدمات ال 365. ويبقى كده احنا اعتقد غطينا الجزء النظري وفق المنهج بتاعنا، اتكلمنا على الاكتيف دايركتري، الفيتشرز خاصة بيه، فرقنا بين وبين الدومين سيرفيس، اتكلمنا عن اليوزر، عن مصادر اليوزر ده جاي منين، اتكلمنا كمان عن البي تو بي والبي تو سي، واتكلمنا عن الجروب، فرقنا عن الانواع بتاعتها، وفرقنا عن الممبرشيب تايب الخاصة بيها. بدءا من الفيديو الجاي هنحتاج نركز مع بعض، لان احنا هنشتغل على المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، ودي السيرفيس او الفيتشر الظريفه جدا المتعلقه بالجانب الامني او السكيورتي، اللي بتتيح تطبيق الدخول باستخدام اكتر من وسيله تحقق.
هنشوفها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، هنستعرضها وهنشتغلها كمان بإيدينا. أشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.